كابتن ضياء السيد معانا على التليفون. مساء الورد يا ريس. يا تمور ازيك يا تامر؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ عايز اصحح شويه حاجات. اولا الموضوع التسجيل ده انا مسجل من 11-12 يوم. كويس. تمام؟ تمام. وفعلا زي ما انت قلت الناس دي انا شفتهم قبل كده. حلو. وفيهم الناس زملكاويه وكان الموضوع كله هزار في هزار. حلو. يعني حتى الكلام اللي اتقال لو الناس تبص على الفيديو كله هزار في هزار. اه مظبوط. وانا من طريقتي وانا من الكلام كله بهزر معاهم بغيظهم بتاع، حتى لما سالوني عن بن شرقي قلت لهم بن شرقي غلطان. ازاي يطلب الارقام دي كلها من نادي الزمالك؟ صح. عادي. صح. صح. لكن الجرم زي ما انت قلت من قناه كبيره بيروحها سياسيين بيروحها وزراء وبيسجلوا وبيقعدوا في نفس المكان انه ده يحصل مهنيا. اه هم بيكلموني لكن ده مش كافي لان انا عقضيهم وابتديت في الاجراءات. انت قررت ان انت تقاضي القناه؟ قررت وابتديت في الاجراءات طبعا. لانه مش لازم الناس تاخد بالها عشان ما تحصلش في حد تاني. صحيح صحيح. لكن انا صحيح. لازم ارجع حق المعنوي والادبي. انا موضوعي دخل في اهلي وزمالك وقصه لانه انا بقول لك مسجل من 11-12 يوم. وانا طول حياتي الرياضيه سواء في المنتخبات الشباب او الناشئين او مش ما بررش نفسي. انا معتدل. انا ليه بقول لك انا ما بررش نفسي؟ لان محتوى الفيديو ما فيهوش اي مثال على الشيكا ولا اي حد. يعني انا يعني ما اساتش لحد ولا شتمت مثلا ولا عملت ولا تمام. لا هو خد بالك ده القصه مش شتيمه يعني برضه. لا طبعا. لا لا طبعا. مش شتيمه. بص هقول لك حاجه. خلينا برضه نبقى منصفين بعيدا عن انه انا متفق معاك تماما انك لا مسؤوليه عليك ولا شيء عليك ولا حتى عتاب لانه الجرم كله تمام. على اللي سجل لك. وخلينا برضو نقول انه ده سلوك مش عايز نوصم بيه قناه العربيه كلها، ده سلوك فردي من احد الاشخاص. انا 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 محدد الموضوع محدد. كان انا مش اول مره اروح على فكره قناه العربيه. اه يبقى باين. لا عشان هو عارف الناس اللي في الاعداد واللي بيركبوا في الاسم عارفهم طبعا. هي فانا عشان كده بقول لك القصه مش قناه العربيه، قناه العربيه القصه من 11 يوم او 12 يوم بيطلع وقت ليه وقت عقوبات شيكابالا عشان يبين. شيكابالا انا من زمان اعرفه، انا اول ما انضميته في المنتخب برضه ما بدافعش عن نفسي لان انا ما قلتش حاجه على شيكابالا. لا هو خد بالك يا كابتن ضياء، بص بعيدا عن ان احنا قلنا مفيش جرم عليك طبعا، القصه عندهم وهم يتحملوا مسؤوليتها الافراد اللي كانوا موجودين، لكن طبيعي ان الزملكاويه يزعلوا لانه حتى لو كنت بتعملها بهزار وانت عارف لما بنقعد بس المعتاد اهلاويه وزملكاويه حتى بنقعد نهزر ونغلس على بعض بيبقى فيه طبيعي. المعتدل منهم واللي عارفني كويس اتكلم معايا وكلمني بشكل كويس وعارف وكلمه وكتبه وقالوا احنا عارفين الراجل ده وعارفينه قد ايه هو ملوش في الحاجات دي. صح. ملوش في التعصب، ملوش في هو ابن الذين برضو اللي عملها ضياء اختار الوقت. يعني بعد توليك المنصب انت دلوقتي موقعك حساس. طبعا اقول لك على حاجه. طيب يا تامر انا من تاني مداخله عملتها بعد ما توليت كانت في قناه الزمالك. يعني انا ما اعتقدش ان في حد قبل كده عمل في قناه الزمالك مداخلات من يكون اهلاوي. اقول لك هو أبقى. ايوه صح. لكن عملت مداخله حوالي 40 دقيقه مع كابتن محمد ابو العيل في قناه الزمالك واتكلمنا على المنتخب واللي هنا واللي هناك وكل حاجه. لا وانا شهادتي فيك مجروحه بس اللي يعرف ضياء السيد زي ما انا اعرفه يتاكد انه اهلاوي والنادي الاهلي في كيانه وفي دمه، بس الحقيقه مش من الناس اللي عندها كره ولا سواد ولا مشاكل ابدا مع الزمالك ككيان او كلعيبه، وانا متاكد من ده الحقيقه وبشهد بيه قدام الناس. بس فهو الموضوع خد اكبر من حجمه ولكن انت عارف هو بس عشان حساسيه موقعك الجديد فلازم تقدر ده يعني. والسوشيال ميديا والترند والحكايه والروايه ونرجو ان ده ما يتعملش في حد تاني التسريب، لكن واضح انه هيتعمل برضه. لا لا كل بص كله بيعدي موضوع الترند وبتاع. اكبر حاجه في الدنيا بتحصل 48 ساعه ننام نصحى حد تاني هيركب المسرح غيرك. لا انا مش عايز، انا ما بحبش حد حتى من الزمالك يزعل مني لان انا برضه حاولت اكلم شيكا مع ما وصلتلوش لان هو عارفني كويس. كويس. هو صاحب ابني الزملكاوي وصاحب علي كويس. حلو. ده علي كان بيدخل بيقول لي انت ما لقيتش قلت له قد ما تسمع الفيديو يا علي ما تشوف. فوصلت له عن طريق الدكتور مدحت العدل وتقدر تكلمه حتى. تمام. وقال لي لا الموضوع ما فيش وانا عارف ومقدر ده وده الدكتور مدحت يعني.
صح. فالموضوع ما يعني لا ما انا بقول لك انت فاكر الفيديو اللي كان طلع فيه سيف زاهر وحازم امام وميدو ومجدي عبد الغني؟ طبعا، بس مع انا كمان كلامي كله ده كان فيه الفاظ بقى وحاجات خارجه عن القانون، ومع ذلك لا شيء عليهم لان هم قاعدين براحتهم في الفاصل. بالظبط بالظبط. فلا بالزبط. مش عايزك تقلق، ولكن ممكن برضو تعمل، انا مش قلقان، يعني تعمل بس رساله لجمهور الزمالك اللي ممكن يكون حس شويه بالزعل منك على بعض الالفاظ. واضحه، عملتها من الصبح وعلى طول وبصورتي انا وشيكابالا وهو، احنا مع بعض في المنتخب كمان. تمام يعني ربنا يهدي الناس، يعني ربنا يهدي. وانت برضو بخلي بالك. نعم بخلي بالك. حاضر. لا لا عشان خاطر اماكن بقى خلاص مش هنروح تاني. يعني بعد كده الواحد ايه تاني. اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. اقضيهم الاول وناخد حقوقنا وبعد كده ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. اشكرك. انا اللي بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. حبيبي. شكرا كابتن ضياء السيد، نجمه من نجوم الكره المصريه والمدرب العام لمنتخبنا المصري لكره القدم، متعقبا على الازمه اللي حصلت بتاع تسريب الفيديو.